هو موني في يا موني. لا 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 دخيلك لا تفيقه، بس بدي اتقدم. مدحت حبيبي شبك؟ حاسستك مو طبيعي، في شي زعجك بهالسفرة؟ لا لا ابدا مفيش حاجة. طيب نتعشى؟ ليش نفس؟ طيب شو جبتلي معك هدايا من مصر؟ جبتلي الجبنة الرومي اللي انا بحبها والمانجا اللي انا بموت فيها؟ حبيبي شوفي والله قلقتني. رنا احنا محتاجين نتكلم شوي. خير شوفي حبيبي. شو قلت؟ رنا حبيبتي عشان خاطري، عشان خاطري اهدي شويه عشان نعرف نتكلم. مدحت عم اقول لك شو قلت؟ عيد بدي اسمع. كان لازم تعرفي الحقيقه. حقيقه حبيبي والله بالمزح ما بدك تبطل هالعادة السئيلة، بتمزح مزح تقيل وبتنقزني. اللي انك عم تمزح مدحت، اللي انك عم تمزح. لا كيف يعني لا؟ كيف يعني لا؟ احكي رانا. رانا حبيبتي والله العظيم انا بحبك، بحبك قوي، عشان كده خبيت عليكي. كنت خايف لو عرفتي ما تقبليش تتجوزيني وانا ما اقدرش اعيش من غيرك ثانيه واحده. هلا جاي عم تقلي؟ هلا يا مدحت بدك يعني هيك اتقبل فجأة انه جوزي اللي صار لي معه عمر عنده بنتين؟ شوف المعربي هاد، انا ما عم بقدر صدق. انت يا مدحت تعمل فيني هيك ليش؟ يا حبيبتي والله جدت ظروف، جدت ظروف اجبرتني ان انا لازم اقولك. ظروف؟ اي ظروف هي تخليك تخدعني كل هالفترة؟ انا ما عم بقدر صدق، ما عم بقدر صدق انك استاذ بالكذب والتمثيل. رنا ما يصحش تكلميني بالطريقة دي. بعدين هو انا خنتك؟ رفقت واحدة عليكي واحنا متجوزين؟ انا كنت متجوز على سنة الله ورسوله، وولادي دول كنت جايبهم في الحلال، يعني ما عملتش حاجة تغضب ربنا؟ ما عملت شي يغضب ربنا؟ والكذب والغش والخداع هدول كمان ما بيغضبوا ربنا؟ وانا المرة اللي حبتك ما عمل شي بحقها؟ رنا حبيبتي والله العظيم بحبك، بحبك، وكنت متأكد ان البنات مش هيأثروا على حياتك، ولو كنت قلتلك الحقيقة ما كانتش هتفرق معاك في حاجة غير انها ممكن تمنعنا من ان احنا نتجوز وتنغص علينا حياتنا. صدقيني انا بحبك. كيف يعني؟ انت بتخيل انه انا مهما كانت مشاعري قوية تجاهك بتخلي قبل اتجوزك واهتم عيلي بحالها؟ ابني سعادتي على خربان بيت في طفلتين صغار هن بحاجة ابوهم. كيف؟ ولك كيف؟ يا رنا انا كنت بحبك، بحبك،
وما كنتش هسمح لأي حاجة إنها تفرق ما بيني وما بينك. افهمي بقى. أنا ما عم بقدر صدق. أنا مصدومة فيك. والله مصدومة فيك. ابوكي صدقيني؟ صدقك؟ ايوه. شايلين بكذبة ابن شبابتك يعني صدقتك؟ مو خشن حالك عم تحكي هالكلمة؟ ما انت عارف اني كنت متجوز قبليكي، ما كدبتش عليكي يعني. ما عارف انك كنت متجوز، بس ما عارف انه عندك بنتين. ودي تفرق معاكي في ايه؟ تفرق كتير يا استاذ. تفرق انك طلعت واحد كذاب. فيك هدول اطفال، اطفال كانوا بحاجتك اكثر مني انا. كيف سمحت لي اظلمهم؟ كيف سمحت لي اظلمهم واحرمهم من ابوهم؟ كيف؟ لو انا بفكر حالي متجوزه اصدق واحد بالعالم، طلعت اكذب واحد بالكون. ما تهدي بقى، بقولك ما بدي اهدى، ما بدي اهدى، ما بدي اسمعك ولا بدي اشوفك. نعم يا اختي. طلع برا احسن ما اطلع انا بالصف الليالي. هو يا رنا ارجوكي افهميني. طلع برا منك. طلع برا، برا كذاب اناني غشاش. على فكره انا خبيت عنك عشان انا بحبك، مش عشان اي حاجه تاني. لك اطلع برا. لك انت وينك ما عم تردي؟ والله انشغل بالي عليكي. تعبانه ما لي قدراني احكي مع حدا. والله عرفت، حسني قلبي من لما دقيت لك على المركز وقالوا لي انك ما اجيتي. في شيء ما؟ رنا شبكي عم تبكي؟ عنده بنتين بعد كل هالسنين. طلع بتعطى عم يكذب علي، بيكذب علي. والله العظيم حزل بأي وقت. لا تقبريني، لا تحكي هيك، سلامة قلبك رنوش. اهلياتي شوي، تقبريني، فهميني، فهميني شو القصة. تخيلي، تخيلي من أطلع من جوز رجال عنده أولاد. بس انتي كنتي بتعرفي انه هو متجوز من قبل؟ ايه متجوز، بس مطلق منه. اما عنده اولاد؟ لا ما بعرف، ما بعرف. هي المعلومه لو بعرفها كان مستحيل، مستحيل اتجوزه. طولي بالك رنوشة، طولي بالك. خلص تقدري. خدي اشربي لك شفه برتقال. ما بدي. كيف شفه اصفر؟ خلصي نفس. والله ما لي نفس. خلص رنوش تقبريني، خدي خدي بس شفه كرمالي. بس يا عمري بس. طب قولي لي وين مضحك هلا؟ ما بعرف، طلع امبارح بالليل من البيت، ما بعرف وينه. طلع فيني لشو؟ الآن علي ما؟ يبا أنا بحبه كتير لمدحت، بحبه كتير. أصلاً أنا ما بقدر أعيش بلا. بس كمان هذا مو معناته انه يغشني ويكذب عليه بهالطريقه كل هالسنين. بس هو اكيد بوقتها كذب عليكي بس كرمال ما يخسرك ومشان ما تضيعي من ايده. الحب عمره ما كان مبرر للكذب. يا ستي غلطانه، احيانا اللي بيحب مستعد يعمل اي شيء، ممكن يخدع وممكن يغش وبكذب كرمال انه ما يخسر الشخص اللي بيحبه. هبه
انت مقتنعه باللي عم بتقولي ولا بس عم تقولي هيك مشان تواسيني واسكت؟ رنوش، انا اكيد مو مع الشيء اللي عمله مدحت، بس كمان ما فيني وقف ضد شخص كذب بس لانه بحبك. انا بنصحك هلا تروقي وتفكري كتير منيح وتهدي، ولا تضيعي عمرك وانتي عتبانه على شخص عايشك معه احلى سنين عمرك. المهم هلا عدي انتي وياه وفهمي منه كل التفاصيل، وعرفي ليش كذب عليكي بعد كل هالسنين. يمكن الزلمة عنده مشكلة، يمكن عنده ظرف خاص، وأكيد أكيد محتاجك توقفي جنبه أكثر من أي وقت تاني. ولو يا رموش كنت شاقدر أخبي عليها أكثر من كده، وبعدين حصلت ظروف خلتني مضطر إن أنا لازم أقولها. ورانا كمان ما فيها تخفي مشاعرها بطريقة أخف من هيك. أيوة هيبة، بس دي بنتي، بنتي، معقولة نرميها في الشارع كده؟ يا مدحت، رانا أكيد ما بدي إياك تزت بنتك بالشارع، بس كمان مو منطق تجي هيك فجأة وتقلها إنه عندك بنتين مرتك الأولانية وما بدك إياها تساوي أي رد فعل. أنا عارف إني غلطت، بس ما كانش قدامي حل تاني غير إن أنا أخبي عليها. ما انت عارفه رنا هبه انسانه رقيقه وطيبه وحنينه، ولو كانت عرفت ان انا ليا بنتين ما كانتش هتوافق تتجوزني ابدا، وانا بحبها، بحبها قوي، ما كنتش اقدر اخسرها تحت اي سبب. ومشان هيك انت لازم تتحمل وتضل وراها لحتى ترضى لو شو ما صار. يعني بتسكر الباب بوشك فتله من الشباك، سكرت الشباك فتله من خرم الباب. المهم انت مثل ما عم تحكي مزبوط، رنا إنسانة رقيقة وشفافة كتير، واللي صار معها مو قليل. أنت جرحتها جرح كبير كتير، وواجبك تطيب هذا الجرح، وفيك تقول إنه هلأ رنا منهارة، مشان هيك أنت لازم تحاول مرة ومرتين وثلاثة وعشرة كمان حتى ترضى. وأنا متأكدة إنه بس ترضى رح ترجع رنا مثل ما كانت وأحسن. صباح الخير يا قمر. يلا يا جميل يلا، علشان انا محضرت الفطار بنفسي. عمايل ايديا وحياه عينيا، انت بقى ما تعرفيش انا تعبت قد ايه في عمايل الفطار ده. يلا يا جميل بقى. بس أنا مالي جوعان. بس أنا جعان، وأنت عارفة إن أنا ما بيجيليش نفسي من غيرك. أنا أول ما شفتك حبيتك، والله العظيم حبيتك، وحلمت إني أرتبط بيكي، بس خفت أقولك إن أنا أب وعندي أولاد ترفضي إنك أنت تتجوزيني. رنا والله العظيم تلاتة أنا كنت مطلق من سنين صدقيني، بس ما ينفعش اسيب بناتي وما اخدش بالي منهم، عشان كده كنت بنزل على مصر اشوفهم وارجع تاني كل شويه. بس لما ماتت امهم اخدتهم ستهم ومامتهم علشان تربيهم، بس للاسف الست دي مسافره شهرين على المانيا عشان تتعالج. والحل انهم يجوا يعيشوا معنا هون، ما هيك؟ انت ما بتعرف قد ايه صعب علي اني اصير مرت اب فجاه لبنتين من جوزي. مدحت انا مالي ملاك، انا يمكن اظلمه بدون ما احس. بعدين الناس، حكي الناس،
وعيلتي شو بدهم يقولوا علي؟ كنت عم كذب عليهم كل الوقت؟ معرفش، بس أنا مش متصور يعني إنك أنت تهدي كل اللي بنيناه وتدمري حياتنا عشان ظرف طارق مش هيطول أكتر من شهرين. على فكرة أنا بنتي الكبيرة بتدرس في ألمانيا عند خلانها، يعني بنتي الصغيرة بس هي اللي هتيجي، ده طبعا بعد موافقتك وإذنك. احنا لازم نتكلم. نتكلم؟ ايه طبعا لازم نتكلم. في شيء كذبة جديدة حابب تعملي فيها زي بتحط؟ رنا انا ما تعودتش منك انك تكلميني بالطريقة دي. العظيم تلاتة عارف، بس أنا بررت لك موقفي وشرحت لك ظروفي ووجهة نظري. مهما بررت لي مهما شرحت لي أنا ما عم بقدر أغفر لك كذبتك، ما عم بقدر سامحك كده. طيب احنا لازم نحسم الموقف ودلوقتي حالا. اتفضل احسمه، شو مستني؟ يا نانسي تيجي تعيش معانا هنا يا اما انا هروح اعيش في مصر. لما سمع الامير بقصه البنت الفقيره شو ما راكب لنسر تستنى بابا حتى يجي هو ونانسي. انتوا فين يا اهل البيت؟ موني لا تركض. حبيبي حبيبي وحشتني. بابا وانا نانسي. وانا نانسي يو انا تعبت خلاص. نانسي بنتي